السيد زندار نيلود رئيس جمعية متطوعي المسيرة الخضراء لإقليم وسرد، وعضو في جمعية قدماء المتطوعين المسيرة الخضراء لمدينة الدخلة. يشرفونا ويسعدونا في هذا اليوم الكريم. أنا والمتطوع ديالي العضو معايا في الجمعية السيد أحوضيك مبارك من إقليم الساق الزق. لنا شرف عظيم باش نحضروا في هذا العيد وهذه 45 للذكرى للمسيرة الخضراء. أول وأقول كل شيء باسمي وباسم الجمعية، نرفع الولاء ديالنا لصاحب الجلالة، الله يحفظه والله ينصره والله يشافيه إن شاء الله. 45 هذه باش كنصدوا حنا الخطاب ديال صاحب الجلالة وكنتبعوه بالتفصيل من أوله إلى آخره، وكنفرحوا اللي كنسمعوا كيخطب في المشاريع في المشاكل ديال التراب الوطني ومجلس الامن فين وصلوا في الطريقه ديال الصحراء. وحنا بصفتنا جمعيات كنتبعوا بواحد الشغف كبير باش كنصنطوا باش نسمعوا شي حاجه جديده اللي مزيانه اللي كتفرحنا وتفرح البلاد وكتزيد فينا روحنا بنسبه متطوع المسيره الخضراء. احنا مقيمين اليوم بالمدينه الداخله جوهره الجنوب. وانا اول متطوع من اقليم الرشيديه اللي جا لهنايا للداخله. اولا خرجنا من اقليم الرشيديه بكل نظام وانتظام كما قال صاحب الجلاله المغفور له محمد الحسن الثاني الله يولي برحمه الله، بنظام وانتظام معنا الدرك الملكي ومعنا القوات المسلحه الملكيه ومعنا الناس اللي مكلفين بالشؤون ديال التغذيه والناس اللي مكلفين يعطيو المازوت الكاميونات ولما تابعنا وغاديين بواحد النشاط. الناس غاديه فرحانه تبارك الله وهايجه بالطبال والبنادر وغاديين كيضربوا في الكاروسريه ديال الكاميونات، واحد النشاط ما يتصورش البال. وغاديين مرحله جينا لطاطا من اكادير هبطنا لا يتملون عاوتاني طلعنا لقلميم تيزنيت وصلنا طنطان طرفايا احنا اول مدينه ديال الرشيديه اللي حطت الخيام ديالها تمايا. ولقينا استقبال من الدرك الملكي والجيش القوات المسلحه الملكيه عاونونا في واحد ظرف وجيز. الخيام وقفوا، الماكله تحطت، لما تحط داك الشيء اللي خص كل شيء، والامن مقد لنا الامور واحد الفرحه اللي ما حسينا احنا كاع ما دايرين داك، ما عندناش داك النوافذ اللي غتموت ولا غيضربوك ولا غيدير هذيك، خارج من العقل ديالنا. تابعين غاديين بالاناشيد ديالنا تبارك الله، وحتى الاناشيد ديال المسيره كانت مخطه غاديه معنا منشطانه بواحد الروح، اش غادي نعاود لك، ما كان ما نعاود لك. حنا غاديين وكنسمعوا في الراديو، كلها هز الراديو معاه صغير وغادي وكيسمع الاذاعه ديالنا وغادي مشجعنا تبارك الله، وخالي دعا معاوننا بواحد التعاون ما تصورش على البال. يوم اللي وصلنا تمايا حنا ريحنا جلسنا في طرفايا اللي التحقوا جميع الاقاليم المغربيه، التحقوا تمايا اقليم باقليم اقليم باقليم اقليم باقليم الى النهار اللي قال لك اودي هزوا نمشيو على رجليكم تكملوا من هنا من طرفايا، دابا غتمشيو على رجليكم للكرشي للطاح. يوم مشينا مشينا الغبابر الغبابر وشي غادي شي مقطع ودي ذاك النهار نينا واحد وخا هكاك زعما الناس ناشطه غاديين كنقول دابا كيشوفوا واش غايبان لهم القدام. دابا حنا غاديين اش غايبان لنا زعما القدام، واش غايبان لنا شي جدار شي قشله شي عسكر اش غايبان لنا. وتمينا غاديين الحمد لله، والطيار ديالنا غاديين معنا والعسكر غاديين معنا والامن غادي معنا بواحد الشرف عظيم واحد القدره واحد الشجاعه بواحد. الى وصلنا للكروشي تمايا جلسنا دزنا تخطينا الحدود الوهميه وجلسنا صلينا. ايوا جلسنا صلينا وتمو جايين بانوا لنا تمايا دول اخرين شاركوا معنا، منهم الامارات اللي فتحت السفاره في العيون، الامارات والسعوديه والبحرين وقطر ديك الساعه والتوانسه، تونس حتى هي حاضره معنا. ايوا الوفود كامله دازت هي دوزوهم هما الاولى وحنا كنا على الجنب الى العشيه. المهم اللي طاح الظلام نعسنا تم
نعسنا تما ونعس الناس استرحينا بعد جلد الطريق. ولينا رجعنا بسلام لغد ليه، قال لك اودي الله يجعل سيدنا عاوتاني خطب، قال لك اودي ترجعوا دابا. ورجعنا فرحانين ناشطين ما خاصنا حتى حاجه، اقليم التحق بالمدينه ديالو. وهاكو احنا قدامكم، احنا قدامكم شينا ب 26 عام دابا تبارك الله، راه احنا غادي 72 عام 73 عام دابا ان شاء الله. والله يطول لنا في العمر، مازال نسمعوا لسيدنا في الخطابات ديالو، الله يطول لنا وليه العمر ان شاء الله. واحنا اصحاب المسيره، احنا تحت الاوامر الساعه اللي يقولها ما حد عندنا الصحه نتحركوا، احنا نتحركوا. والله ينصر سيدنا، وعاش الملك، والله الوطن الملك.